وي صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا غدا متنوع، تبعوا معايا الفيديو. وي كما كتشوفوا البنات هنايا درت تقريبا جمعات ديال الزيت، زيت المائده، درت جوج بصيلات صغار ولا وحده كبيره كما بغيتو، كنشحرو مزيان. من جهه اخرى هنايا درت الراس ديال السلمون، ديال الصومون أو ديال السلمون، أنا درت الراس ديال الصومون أو السلمون، أو العضومة ديالو داك لاكو ديالو، المهم كلو درتو هنا. درت معاه الما أو فصيص ديال التومة، الملحة، البزار، طحنتهم أو صفيتهم مزيان، صفيتهم جوج مرات. غنزيد هنا الفلفلة، قطعتها هي مكعبات صغيرة، ماشي بزاف الفلفلة، تقدرو تزيدو الخضرة الحمرا لي بغيتو، أنا درت غير هادي، تقدرو تحطو مزيان. وي البنات كيما كتشوفو هنا عندي الجزر أولا خيزو، العلمة تشحرتو الفلفلة وزدو، غادي تزيدو. كيما طيب السلمون أو الصومون، طلقتو في الما مع التومة مع الملحة مع البزار، وطحنتو وطحنتو جوج مرات على قبل داك الشوك. البنات ماشي الصومون وطروفة، غير داك البقايا ديالو، كيبيعوه هنا بوحدو بسبعة دراهم إماراتية، زوين لاصق في الجرجال. غادي نحرك مزيان وغادي نروي المرقة، هي المرقة ديال السلمون أو ديال الصومون. غنزيد شوية ملحة وبزار، كيما شفتو البنات غنزيد شوية ملحة، غنزيد شوية بزار، غنحركو شي مزيان كيما كتشوفو، حركتو شي مزيان. هاد لاكلوك مبغاوهاش مطحونة، نخليها طحينة كيما قلتلكم، غنخليها مكعبات كيما قلتلكم البنات، غادي نخليها مكعبات مبغاوهاش مطحونة خليهم. دابا غادي نروي المرقة ديال الصومون كيما كتشوفو البنات، المرقة ديال الصومون هي لي غادي نروي، هي باقا سخونة، وهي باقا سخونة البنات. كيما قلتليكم أنا رويت ب كيما قلتليكم البنات، أنا رويت بمرقة ديال السلمون ولا ديال الصومون، طحنت معاها تلاتة ديال لي طوماط، تلاتة ديال مرطيشة. غنخليها دابا طيب، ملي تبقى ليا خمسة أولا سبعة دقايق الأخرى غنزيد البروكولي كما كتشوفو، كما كتشوفو غنزيد البروكولي أنا قطعتو في طريفات حتى لخمسة دقايق أولا سبعة دقايق الأخرى. دابا غادي نسد عليها ونخليها طيب. وي البنات كما كتشوفو هنايا عندي طروفة ديال الدجاج، وغندير هنايا البهارات ديال شيش تاوق سبايسز، بهارات شيش تاوق، شيش تاوق يعني البنات هو البروشيت أو القطران ديالنا. غنخلط من هنا، هاد البهارات فيهم الملحة، فيهم الملحة ولا لا؟ كما تشوفو البنات أنا كنخلطو، هما لو غنقسم يرتاحو القليلة ساعة هي قليلة. وي كما كتشوفو البنات أنا زدت الملح هنايا، نخلطو مزيان،
نخليهم يرتاحوا قليله. غادي نغطيهم بالفويل او لا بالفيلم اليمونتير ونخليهم يرتاحوا قليله واحد الساعه. الا باتوا غيكون احسن. وي البنات كما كتشوفوا هنايا نشعلت الكرياد اولا بانيني حتى هي كتقضي الغرض. دهنت بشويه الزيت كما كتشوفوا ملي سخنات انا نحط البروشيت ديالي. انا ما صورتهمش كنديرهم في الصوان، انا درتهم في الصوان. تقدروا ديروا انا حاطهم في القناه بفلفله ما بيناتهم فلفله وبصله، تقدروا ديروا هكا. طبعا البنات هذا ديال العود الا كنتو غديرهم في الفاطر خصكم تبيتوهم في الماء يباتو معقدين في الماء باش ميتحركوش. هاكم هنا كرياد إلكتريك ميحتاجش. انا زعيا هنا يسمني ديال طبعا هما كيقولو هنا شي شقاوي كنزلها بلا ما نورك عليها عادي. وي البنات كيما كتشوفو انا درتها ثانيين هادو. كيما شفتو البنات غادي نحط كلشي يبقى سخون. هي عندنا لي فريت كونجيلي فريتوز بلا زيت. في بنات كيما كتشوفو عندنا هنا متبل، هدا باذنجان بدانون وهدا يمكن بابا غنوش باذنجان بمطيشة فوق الرمان. هنا عندنا كيما كتشوفو عندنا هنا السلطة، سلطه ديال المطيشه مع الخيار مع الخس ما فيهاش لاصوص، كنعصروا على غير الحامض وزيت العود. هنا عندنا لي بروشيت اللي درت معاكم ديال البولي ديال الدجاج. هنا عندنا لي فريت، لي فريت كونجيلي كما كتشوفوا. شنو باقي؟ هنا عندنا واحد هادي سميتها فلافل كوست كيما كتشوفو. هنايا عندي لاسوب، لاسوب ديال فيش يعني ديال الصومون ولا ديال السلمون الخضرا كيفاش جات عاقدة. شوفو هنايا الليمونات ديال السيترون مع الأناناس اللي صوبناها.